بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحوراني من الأردن، ونستكمل دروس ماستر بايثون مع درس مشوق اليوم على كيف نألف قطع موسيقية في بايثون. طبعا بايثون بتبنى في environment اسمها جيثن ميوزك. هاي البيئة كثير ممتازة حتى تكتب فيها بايثون بروجرامز خاصة للموسيقى. فراح نعطي شوية تفاصيل على الموضوع، وراح نبدأ أول شيء نتكلم على الجيثن بروجرام وكيف تنزله وكيف تتعامل معه وكيف تكتب عليه بايثون، وبعدين راح نتطرق إلى الموسيقى وبعض التفاصيل. لكن النتيجة من الدرس اليوم راح تسمعوا أو راح تقدروا تألفوا موسيقى زي ما راح تسمعوا الآن. طيب الأجندة إن شاء الله for today راح نتكلم على مواضيع كثيرة فيما يخص الجيثن ميوزك والموسيقى نفسها، كيف تألف موسيقى، زائد راح نتكلم على كيف البرمج في بايثون هاي الموسيقى. فأول شيء نعطي overview على جيثن ميوزك، بعدين نشوف كيف نعمل download installation لهذا البرنامج، بعدين نشوف كيف نعمل run للجيثن ميوزك على sample، نتطرق للسيتنجز إله، open أول example، بعدين نشوف introduction للميوزك ثيوري. راح اعطيكم هيك مقدمه سريعه عشان نراجع فيها كيف السكيل تبع الموسيقى، شو بنقصد بالنغمات بالديوريشنز وهكذا. بعدين نشوف البيتش كونستانتس، بعدين نشوف الديوريشن كونستانتس، بعدين نشوف بلاي سنجل نوت، بعدين نشوف كيف تبلاي سيف ولود او اند فيو الميدي فايل، ونشوف كيف نعمل ريبيتيشن للنوتس، بعدين نشوف كيف نعمل سامبل لميوزيكال ثيم مكون من فيزز، بعدين نشوف كيف نعمل سيلكت للانسترومنت، بعدين نشوف كل الانسترومنتس كونستانتس الموجودين عندنا اللي ممكن نستعملهم، نشوف كيف نألف هيك فيري نايس فيريوس ميلوديك لاينز، بعدين نشوف درمز، بعدين نشوف بعض السامبلز على الدرمز، بعدين نشوف اوفر هيك اوفر اول سامبلز من اللي جبتهم من الجيثن ميوزك ويب سايت، بعدين في ريكومندد بوك اللي انتو كان ريفير تو، وبنختم ان شاء الله. طيب هسه الان جيثن ميوزك هو عباره عن بيئه عمل زي البيئات العمل الاخرى، لكن هون متخصصه كمان انك تكتب فيها بايثون وبتعمل رن لللابري تبعت ميوزك. فاحنا راح نستعمل اللابري اسمها ميوزك في هذا البرنامج، وهاي سبورتس الميوزك ثيمز، وراح نشوف كيف راح نستعملها. فهاي الانفايرمنت كثير ممتازه، بنشوف بعد شوي كيف راح داونلود وانستليشن. طبعا هاي بيئه العمل سهله جدا جدا جدا، وبتنفع للموسيقيين وبتنفع للبروجرامرز، خاصه للبروجرامرز اللي عندهم شويه باك جراوند على الموسيقى. الجيثن ميوزك فيها اللايبرري وعده لايبرز اكشلي، فيها الميوزك وفيها جرافيكال يوزر انترفيس وفيها اشياء ثانيه، لكن احنا راح نركز بالدرسات بس على الميوزك، لكن ممكن تخلط بعض الجرافيكال يوزر انترفيسز بالميوزك وتطلع شيء فيري فانسي. طبعا هي سهله جدا الجيثن ميوزك، هي بيلت بيس على بايثون بروجرامز، وراح نشوف بعض الاكزامبلز، لكن هذا هو الويب سايت الاساسي لكل شيء راح نستعمله تقريبا في هذا الدرس. لان حتى نعمل داونلود وانستليشن بتروحوا على الويب سايت هذا، طبعا راح اخلي لكم اياه انا بالديسكربشن، بتعملوا داونلود للابلكيشن اللي هو اسمه جيثن ميوزك، وبتعملوا انزب للجيثن ميوزك على فولدر معين. انا عامل فولدر هنا اندر سي بايثون ميوزك جيثن ميوزك، وحامل جيثن ميوزك سب دايركتوري، وحاط فيه كل شيء. فلما تعمل انزب راح يبينوا معك كل الملفات الاكزامبلز اللي حاطينهم عندهم، زائد الانفايرمنت اللي هي حكيت لكم عنها اللي اسمها جي اي ام دوت جار. هاي هي اللي برنامج جيثن ميوزك اللي هي جي اي ام دوت جار. الان اللي بلاحظ انه هاي معموله في جافا، فحتى لازم تشتغل لازم تكون انت منزل جافا، فلازم تنزل جافا من الويب سايت هذا، ولازم تكون حسب الفيرجن اللي عندي لازم تكون جافا فيرجن 8. فبتروح على الويب سايت هذا اذا مش منزلينه جافا فيرجن 8، بتنزله الجافا فيرجن 8 وتعمل انستليشن، وبعدين بيظهر معك انت
الجيم جار بتقدر تعمل عليه دبل كليك بعمل ران للانفايرمنت. فهي الداونلود والانستليشنز واللي انت المفروض تعمله حتى تعمل ران للابلكيشن. الان لما تعملنا انزيبنج للابلكيشن شفنا انه في عندنا جي اي ام دوت جار، هذا هو المين ابلكيشن راح نستعمله، هذا اختصار لجيثن انفايرمنت فور ميوزك. لما تعمل عليه دبل كليك المفروض يطلع معك الانفايرمنت هاي، فهاي هي الانفايرمنت اللي راح نستعملها. راح نكتب هون الكود تبع بايثون، راح نعمل رن وراح تسمع الموسيقى بكل سهوله ويسر. الان طبعا هون في سيتنجز، لما تعمل كليك على سيتنجز هون بظهر معك هون الويندو هاي، فانا بفضل انكم تعملوا بس الفونت سايز تزيدوا حتى يظهر معك انت الكود هون بشكل واضح وبشكل كبير. فيستحسن انكم تروحوا على سيتنجز تعملوا كليك هون وتشوفوا المناسب لكم حتى تعملوا الفونت سايز تكبروا او تصغروا او تعملوا الشيء المناسب لكم. حتى تعمل اوبن سمبلست اكزامبل، بنعمل الفايل بنكبس على فايل بنعمل اوبن، ممكن تختاروا من الجيثن ميوزك فولدر اللي انتم عملتوا انستليشن وكونفيجريشن عليه، تختاروا واحدة من هالموسيقى هاي الموجودة عندك هون البايثون بروجرامز، هذول كلهم دوت بايثون زي ما بتلاحظوا. لو اخذنا اول واحد اللي هو باي نوت، هاي سمبلست بروجرام، فبتعملوا كليك عليه وتعملوا له اوبن، فبطلع معك الكود اللي انت موجود عندك هون. هذا هو الكود اللي انت بدك تعمله رننج. فلما تعمل الان رن للاكزامبل هذا اللي هو مكون طبعا من ثلاث سطور، فبتلاحظوا نعمل from music import everything، وعمل نوت اللي هي C4. هلا بنشرح بالتفصيل الكود هذا وكل الكود اللي راح نمر عليه، لكن وعمل بعمل بلاي لهي الميدي فايل لهي النوت اللي هي C4، وبس تعمل رن هنا بتسمع الموسيقى هاي. الان بدي اعطي يعني مقدمه ثيوري على الموسيقى عشان اللي بروجرامرز اللي انترستد وما عندهم خلفيه موسيقيه، فهاي بتساعدهم عشان يفهموا النغمات الموسيقيه ويعرفوا كيف يبدوا يشتغلوا، وممكن طبعا يرجعوا على مصادر كثيره بالنت حتى يتعلموا هاي الامور. لكن راح اعطيكم مقدمه بحكم انه عندي شويه يعني باك جراوند على الموسيقى والموسيقى ثيوري، وبعزف على عدة آلات موسيقية، فحبيت بس أعطيكم نبذة عامة كيف إشي النغمات وكيف ترسموها وكيف شو أدتيفاي نغمة معينة من مثلا البيانو. فالنغمات الموسيقية هي هاي النغمات اللي هي C D E F G A B، وهي ممثلة على الشيت الموسيقي أو السكيل تبع الموسيقى بالطريقة هاي. بكون عندنا العلامة هاي على خط، بتكون موجودة على خط معين أو على مكان معين، فبتمثل لي مثلا C أو D أو E. فهاي أول واحدة هون بتمثل لي C، إذا صارت هون بتصير D، إذا صارت على الخط هذا بتصير E، إذا صارت بين الخطين هذول بتصير F، وهكذا. على البيانو طبعا إذا بتأخذ أنت من عند D اللي هو C عفوا، فبتلاحظ أنه هاي هي نغمة C عندك، هاي نغمة D اللي باللون الأحمر، نغمة الإي اللي هي هيها، نغمة الإف موجودة هون، الجي هون، الإي هون، والبي هون. هلا طبعا نتعرف على الأسود هذا إيش هو، يعني المفاتيح السوداء إيش، لكن المفاتيح تبعات السي دي إي إف جي إي بي اللي هي هاي المفاتيح زي ما أنتم شايفين هون. طبعا البيانو بكون من أوكتافز، يعني من عدة أماكن للسي والدي والإي إف. في أماكن واطي جدا الصوت بكون إلها واطي، في إشي متوسط، في إشي عالي جدا، وبيناتهم في كمان سيز وديز وإيف وإي وإف وجي وإي وبي حسب إنه بدك إياها سي تكون واطية أو عالية. الآن نيجي نشوف إشي مهم جدا بهاي النغمات. النغمات هاي السي والدي والإي والإف والجي والإي بي بيناتهم درجات، درجة بين السي والدي اللي هي واحد درجة كاملة، بين الدي والإي واحد، بين الإي والإف نص درجة، بين الإي والإف نص درجة، بين الإف والجي درجة، بين الجي والإي درجة، بين الإي والبي درجة، وبين البي والسي بنرجع كمان من على السي اللي هي نص درجة. وإذا بتلاحظوا على البيانو هنا
هاي الدرجه كامله، لاحظوا هنا الدرجه بين هاي ودرجه، بين هاي وهاي درجه، بين هاي وهاي اللي هي والاف نص درجه، يعني بتلاحظوا حتى انه ما في هنا كي اسود لانها طوالي هي نص درجه. وهون درجه كامله، درجه كامله، درجه كامله، وبين الاخر بي وسي الجديده في نص درجه زي ما انتم ملاحظين، وفي هون مفتاح اسود. المفاتيح السوداء اللي على البيانو بتمثل نص درجه بين الدرجه وبين الدرجه الاخرى اللي هي نص درجه. فيا ترى ما هي هذه المفاتيح؟ المفاتيح هاي عباره عن بدك تزيد مثلا السي نص درجه تكبس على هاي الكبسه اللي هي المفتاح هذا، وهاي نفسها هي اذا بدك تكبس على هاي ناقص نص درجه، فهاي تمثل درجتين زي ما انتم ملاحظين هنا، اللي هي سي بنحط وراها هاش اللي هي بسموها سي فلات، او بتكون عندنا هي دي عفوا سي، بتكون هاي سي شارب، سي شارب نحط سي اللي هي الهاش اللي هي سي شارب، فهاي هاي زائد نص درجه بتصير سي شارب، او بتكون دي ناقص نص درجه اللي هي دي فلات، اللي هي دي بنحط بجنبها بي حرف صغير اللي هو هذا الحرف. فهاي تمثل لي، هاي السودة الاولى تمثل لي يا اما سي سي شارب او تمثل دي فلات. نفس الاشي هاي اما بتمثل طبعا دي شارب او اي فلات، وهكذا وهكذا. فهاي المفاتيح السوداء تمثل لي نص درجه على البيانو. طبعا بلاحظ انه هنا بالنسبه للنغمات الموسيقيه العربيه في ربع تون، ربع درجه، فمش موجود عندي على البيانو هذا، لكن في بعض البيانوز بتوفر طريقه معينه انك تعزف الربع تون او فاحنا بدناش ندخل بالتفاصيل هاي، خلينا نظرنا على يعني مستوى معين حتى نعزف بيسك بيسكس الموسيقى. فهاي هي اول سلايد على الموسيقى. طبعا اذا بدنا نسمع هذا السلم الموسيقي هون من سي لدي وبعدين من سي لد سي، بنشوف هسه نسمع السلم الموسيقي. الآن حتى نكمل كمان على الثيوري، زي ما شفنا هنا على المفاتيح هاي، هنا مثلا عندنا سي، هاي دي، هاي اي بيمول، اي يعني فلات، اي فلات، وتمثل على الخط الموسيقي عن طريق انك تعمل كمان حرف البي قبل النغمة، فهاي الاي هنا اي فلات. اذا كان هاي اف مثلا، هاي المفتاح اللي هو الاف، فاذا بدي امثل انا الاف شارب بحط الشارب قبل النوتة هاي، فلازم اعرف بعرف انه هاي عبارة عن الاف شارب، وهكذا. فهي انا قدرت اني امثل على الخطوط الموسيقية هاي النغمات. ففي عنا طبعا هنا بسموه شيء اسمه سكيلز، في شيء اسمه مثلا ميجر وماينر، عملنا شغل بالتفاصيل، لكن مثلا سي ميجر اللي هو سي دي اي اف جي اي بي العادية بدون ما نعمل اي لا شارب ولا فلات. اذا بروح على الدي ميجر بكون عندي دي اي والاف بتكون شارب، جي اي بي والسي بتكون شارب بعدين دي، فبتلاحظوا هذا عباره عن دي ميجر او بسموه المقام الدي ميجر. فهي مقدمه سريعه لانه احنا بدنا نعرف اساس سي السي دي اي اف جي اي بي كيف بدنا نعزفهم في بايثون وكيف نتعامل معهم. الان بدنا نتعلم شويه يعني كمان ثيوري على الموسيقى، وبدنا نعرف انه العلامه الموسيقيه بسموها النوت تتكون من شغلتين، النغمه اللي هي بسموها بيتش والمده الزمنيه الديوريشن. فعندنا النغم والمدة الزمنية أو الفترة الزمنية للديوريشن. أي نغمة موسيقية بدها نعزف على نغمة معينة في مدة معينة. فالنغمة هاي إما بتكون طبعا سي دي إي إف جي إي أور بي، هاي النغمات الموجودة عندي. طبعا أو ما يوازيهن، إذا كان عندي مثلا نغمات واطية كثير بجوز تكون مثلا سي واحد أو سي اثنين أو سي ثلاثة أو سي أربعة حسب وين موقعها بالبيانو. وهي الشيء اللي راح نشوفه بعد شوي كيف هذول النغمات موجوده. فهاي هي النغمه الموسيقيه اللي انا بدي اعزفها، فمكونه من سي دي اي اف جي اي بي او ما يوازيها من النغمات الموجوده على اكتاف معين او على مكان معين على البيانو او اي اله موسيقيه اخرى. والمده الزمنيه انه قديش بدي اعزف مثلا هاي النغمه، مثلا هنا في دبليو ان
دبليو ان، هاي طبعا راح نستعملهم في بايثون. دبليو ان تمثل لي اللي هي بيسموها الهول نوت، اللي هي اربع، بتعد اربع فترات زمنيه، يعني واحد اثنين ثلاث اربع. فهاي الفتره اربع اخذت تقريبا اربع فترات زمنيه، عدت لاربع حتى انك عزفت هاي النغمه. وهكذا في طبعا نغمات اخرى هسه بنيجي عليهم نحكيهم بالتفصيل طبعا. وكل هنا نغمه موسيقيه اذا بدي امثلها بديوريشن بتكون مثلا هاي دائره صغيره مكونه من اربعه بسموها هول نوت، هاي ثلاثه فترات، هاي فترتين او عدين مثلا موسيقيين. دي كيو ان اللي هي واحد ونص، كيو ان اللي هي واحد، هاي تمثل لي واحد. فبعرف من خلال كيف شكل النغم الموسيقية ما هو الفترة الزمنية لها. إذا من هذا السلايد عرفنا أنه بدي لما أعزف على بايثون بعد شوية أجيب النغمة وأربط النغمة مع duration، وأربط النغمة مع فترة زمنية معينة عشان أعزف هاي النغمة. طبعا النغمات الموسيقية موجودة من هون من 0 ل 127. طبعا احنا من نمثلهم بهاي اللي هم السي اندرسكور 1 تمثل لي 0، سي اس يعني سي شارب، سي اس حرف الاس يعني شارب واخذناه كيف اللي هو اندرسكور 1 تمثل لي 1، دي فلات، دي فلات هاي اللي هي اندرسكور 1 تمثل لي كمان 1 اللي هي نفسها اذا بتلاحظ. طبعا السي شارب هي نفس الدي فلات 1 1، وهي الدي وهي الدي اس وهكذا وهكذا. طبعا هذول بكون نغمات واطي جدا، وهنا النغمات تقريبا المتوسطة خاصة لما أبدأ من السي 4، وهنا عندي نغمات عالية جدا مثلا هاي السي 9 تكون نغمة سي بس عالية جدا. فهذول هن النغمات اللي أنا راح أمثلهم في عندي في بايثون. الديوريشنز حكينا عنهم شوي، لكن هلا بنشوف هاي كل الديوريشنز اللي عندي. الديوريشنز الفترات الزمنية الدبليو ان تمثل لي أربع عدات، الدي اتش ان تمثل لي ثلاثة بسموها دوتد هاف نوت، دي دي اتش ان تمثل لي 3.5، اتش ان 2، اتش ان تي تمثل لي 3 على 4، الكيو ان تمثل لي 1. فهاي مثلا بتعد بس مثلا رقم 1 تمثل لي الكيو ان، وهكذا لكل الاشياء الثانيه اللي هو كيو دي ان، الدي دي كيو ان، الاي ان، وهكذا لحد ما نصل لاقل نغم اللي هي تي ان تي، تي ان تي اللي هي تمثل لي 1 على 12 من النغمه. وهذولا يمثلوا بالطريقة هاي زي ما انتم شايفين الشيبس تبعونهم على الخط الموسيقي اللي هو دائرة أو دائرة مع عصاتها اللي ماشي لفوق دوت، هاي تمثل لي ثلاثة، هاي تمثل لي اثنين، هاي واحد ونص، هاي اللي هي واحد واحد. وهذولا النغمات الصغيرة، فهنا بتكون المدة الزمنية طويلة relatively اللي هي أربع عدات، وهنا بتكون سريعة جدا، بتكون هنا سريعة جدا جدا. طبعا هذا كمان يعتمد على التيمبو اللي انت والايقاع اللي انت بدك تستخدمه في المقطوعه الموسيقيه. الان بدنا ناخذ المثال الاول ونشوف كيف بدنا نعزف نغمه معينه مثلا اللي هي سي 4. بدي اختار السي 4 واعزفها. طبعا السي قلنا وين موقعها، هي بتكون تقريبا في نص البيانو، ف يعني بتكون شواطي كثير ولا عالي كثير، بتكون متوسطه. فانا الان بدي اعزف هاي النغمه، ممكن تعمل طبعا موجود عندك على الاكزامبلز، موجودين عندك على الفولدر اللي عملته انت جيثن ميوزك. فبنعمل للبلاي نوت دوت بايثون نعمل له ابلود. فاول شيء كتب لي فروم ميوزك امبورت ايفريثينج نوت يساوي نوت، بدي اعزف النوت اللي هي سي 4 بمده زمنيه الاتش ان، اتش ان اللي هي هاف نوت. وبقول له هون بلاي دوت ميدي، طبعا لاحظوا حرف البي بالبلاي كابيتال لتر، play dot midi هاي النوت اللي بدي اعزفها. طبعا انا من الان فصاعدا بدي اصير بس اكتب خط عريض عشان تكون واضحه الامور زي ما انتم شايفين هون. فاذا عندي البرنامج في كل سهوله بدي اعزف نوت واحده مكون من ثلاث lines اللي هو from music import everything note يساوي note لل سي 4 half note زمن الفتره الزمنيه. بدي اقول له بلاي الميدي، فراح تسمعوا لما اكبس هسه بلاي هون راح تسمعوا النغمه هاي. الان يا ترى لو بدي اعمل سيف لهاي النوت، عندي نوت واحده بدي اعملها سيف عندي، فبقول له مثلا النوت يساوي نوت سي 4 اتش ان بلاي هاي الميدي، وبدي اقول له رايت دوت
MIDI، طبعاً الحرف W لاحظوا إنه كابيتال لتر. رايت MIDI نوت هاي اللي أنا اخترتها اللي هي C4 هاف نوت، سمي لي الملف اللي هو mymusic3.midi. فهذا بتخزن على نفس الجيتن ميوزك فولدر اللي انت عملت له انستليشن عليه، وبتلاحظوا انه هنا بس اعمل رن للبرنامج فبيظهر معي هذا الملف اللي هو mysong3.midi زي ما انتم ملاحظين. الان خلينا شوي نفهم الـ understand الـ durations، بنعطي examples عليها. يا ترى لو انا عندي C4 بدي اكررها عدة مرات زي ما انتم لاحظين، وبدي اعزفها بمختلف الفترات الزمنية، مرة بدي اعزفها WN فترة زمنية WN اللي هي اربع عدات، او DHN HN الى اخره. فكيف ممكن اسويها؟ فهنا ممكن تقول له تعمل ليست للبيتشز النغمات واند الديوريشنز. اذا البيتشز اللي هم موجودين عندي اللي هم هذه C4 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 الى اخره، والديوريشن اللي هم لكل واحدة مقابل الوحدة اللي هي C4 راح تنعزف أول مرة هول نوت، C4 الثانية راح تنعزف DHN time، بعدين C4 الثالثة راح تنعزف HN time وهكذا. فهذولا هون شو بسوي؟ بقول له theme أو my phrase يساوي phrase. طبعا الفريز اللي هو الأوبجكت contain sequence of notes، عندي سلسلة من النوتس، إذن الثيم هاي. وأسع بقول له ثيم يساوي add note list، بدي هذول أعزف البيتشز الموجودين عندي هنا مع الديوريشنز الفترات الزمنية الموجودين عندي هون، فجمعت هذول مع هذول جوا ال add note list. بعدين بقول له play.midi، راح تسمعوا المعزوفة هاي C4 من تنعزف في عدة أوقات زمنية حسب ما هو موجود عندنا هون. فبنسمع الآن شو النغمة راح تطلع عندي أو الموسيقى راح تطلع عندي من خلال هاي المعزوفة. طيب الآن في سؤال، سبوز إنه أنا بدي أسوي مثلاً ميدي أو أعمل لود لميدي فايل أو أسوي نغمات وبدي أظهرهن عندي على السلم الموسيقي. سيمبلي مثلا هون لو بدي أعمل لود للموسيقى اللي أنا خزنتها قبل شوية، بقول له سكور يساوي السكور. طبعا السكور أوبجكت contains parts of objects، وراح نتعرف على البارتس بعد شوية. وسكور أما بتكون في تايتل تيمبو، مثلا بتكون تحط في تايتل أو تيمبو أول شيء. فبقول له هنا view.notations السكور، السكور اللي أنا عملته أبلود من هون view.notation بظهر لي هاي عندي على الجيتن ميوزك بالطريقة هاي. ممكن طبعا أقول له هنا play للميدي، هلأ بنسمع شو بطلع الميدي هاي. طب الآن لو أنا عندي مثلا notes وبدي أعمل repetition إلها وبدي أبين هاي النوتس، فأنا بدي أسوي نغمات موسيقية والأوتبوت أنا بدي أسمعه، زائد أنا بدي أخزنه عندي الميدي فايل، زائد أنا بدي أظهره عندي على السلم الموسيقي. فشو بسوي؟ بقول مثلا هون النغمات اللي هي عندي G2 وC3 وA#2 مضروب ضرب 3، معناتها انا راح اعيد هاي 3 مرات. والديوريشنز QN QN DQN مضروب 3 مرات. طبعا كل واحد لازم يكون لها مقابل ديوريشن حتى تشتغل مزبوط معك 100%، واذا ما كانش هاي نفس العدد الموجود هنا بالديوريشنز مش راح تشتغل معك البرنامج، لازم كل واحدة مقابلها في طبعا وقت معين والا مش راح يشتغل معك البرنامج. فبقول له ماي فريز يساوي الفريز لان انا بضيف عليها هذول اثنين. وهنا كمان بدي اقول له ست انسترومنت، انا بدي اعزف على اله موسيقيه اسمها ستيل جيتار. بعدين بدي اقول له ماي فريز دوت ست تيمبو، بدي اسوي الايقاع اللي عندي 110. طبعا باي ديفولت هو الايقاع بيكون 60، انا بدي ازيده شويه واخليه 110. وهنا بضيف الاد نوتس ليست، بقول له اضيف لي هاي النغمات مع هذول الديوريشن، وبقول له كمان اظهر لي النوتيشنز اللي هذول شايفين هذول الثلاث اللي موجودين عندي، بدي كمان اني اظهرهم عندي على سلم الموسيقي. وبدي كمان اخزن الماي سونج هاي الصغيره على ماي سونج 4.mid، وبدي اقول له بلاي. فاول شيء راح طبعا هنا يعمل فيو للنوتيشن، هاي النوتيشن لاحظوا هاي النغمات الموجودين عندي 1 2 3، هي 1 2 3 وضربها 3 مرات 1 2 3 هي 1 2 3. بعدين
خزن لي اياها كمان هي mysync4.midi فايل، وبده نسمع هاي النغمه، وراح تسمعوا النغمه هاي كما يلي. طيب الان لو عندي مثلا سيريز اوف نوتس، لاحظوا انه C2 CS2 D2 DS2، لو بدي مثلا اسمع هذول النغمات باوقات هاي الاوقات، لاحظوا طبعا كل واحدة مقابلها وقت معين، كل واحدة مقابلها وقت معين او فترة زمنية معينة، بقول له my phrase يساوي الفريز، ست الانسترومنت مثلا بدي اياه مثلا كمان ستيل اندرسكور جيتار، وست التيمبو ل 150 زي ما انتم ملاحظين. بقول له my phrase dot add note list اللي هي النغمات الموجودين عندي والفترات الزمنية durations، فبقول له play midi، وبقول له view النوتيشن، فهي ظهر لي كل النوتس الموجودين عندي هون، ظهر لي اياهم مباشرة، وهسه تسمعوا الموسيقى هاي اللي راح تنعزف. طب يا ترى لو انا بدي هاي عندي هاي النغمات الموسيقية E5 DS5 E5 DS5 E5 B4 D5 C5 مع الديوريشنز هاي، بعمل فريز هاي الفريز، بضيف النوتس عندي هاي النوتس مع هاي الديوريشنز، وبقول له بلاي ميدي، فراح تسمعوا هاي النغمة. خلينا نشوف مثلا واحدة متكاملة الآن. إذا لاحظوا كيف عندي هاي النغمات، عندي أنا أول نغمات هاي النغمات زائد الديوريشنز لهم، في نغمات اثنين البيتشز 2 أو ممكن تسميها طبعا أي اسم مثلا B2، وهي لهم نغمات ولهم ديوريشنز، و3 لهم نغمات ولهم ديوريشنز، 4 لهم نغمات ولهم ديوريشنز. طبعا انت ممكن هاي تحطهم مره واحده، تسوي بيتشز معين تحطهم كلهم مره واحده وتحط ديوريشنز مره واحده، او ممكن تقسمهم بطريقه هاي، اذا قسمتهم طبعا ممكن تعيد انت النغمات مع ديوريشنز اكثر من مره حسب وين راح تحطهم انت بالفريزز زي ما راح نشوف. فهون مثلا قلت له ثيم يساوي فريز، فقلت له هون اد نوتس، اول شيء النغمات الاولى مع ديوريشن رقم 1، نغمات 2 مع 2، والبيتشز رقم 3 مع الديوريشن رقم 3، بعدين حط لي الاول مع الاول، لاحظوا عدتهم كم مره، فانت لما تقسم هذولا لعده مقاطع موسيقيه ممكن تعيدهم اكثر من مره زي ما بدك، فواحد مع واحد، اثنين مع اثنين، وثلاثه مع ثلاثه، وقلت له بلاي، وهي ممكن تعمل طبعا فيو دوت نوتيشن للثيم، بظهر معك بالطريقه هاي، وراح تسمعوا النغمات كما يلي. خلينا ناخذ كمان سيلكت لانسترومنت معينه، لو مثلا انا عندي هاي النغمات F4 ريست، طبعا الريست هي سكته انك تسكت لفتره معينه، فالريست كمان لها مده معينه زي ما انتم شايفين، فالنغمه لها وقت معين، والسكته اللي هي كمان هي اصلا نغمه موسيقيه سكته، وهي سكوت لفتره معينه اللي هي الكيو ان، وهكذا لو بدنا نعزف هاي مثلا النغمات زي ما انتم يعني شفته قبل شويه، بنحط فريز بنضيف عليها البيتش 1 مع ديوريشن 1، 2 مع 2، 3 مع 3 الى اخره، وبدي اقول له ست انسترومنت سينث بيس 2. طبعا الانسترومنت هلا بنشوف كل الانسترومنتس الموجودين عندي ايش الالات الموسيقيه، وست تمبو 220، فراح تسمعوا هاي الموسيقى كما يلي. الان كمان مرة بدي أعمل ست لإنسترومنت معينة، فأنا راح أستعمل هون البارت، فقلت له ترمبت بارت يساوي بارت ترمبت، هاي الآلة الموسيقية اسمها ترمبت، هلا بنشوف الآلة الموسيقية، والبارت ممكن يحتوي أكثر من فيزز، فلاحظوا البارت ممكن يحضر أكثر من فيزز، فالفيز في ممكن يكون في الفريز اتسلف أكثر من نغمات مع durations، والبارت ممكن يكون فيه أكثر من phrases، فهو في عندنا بس phrase واحد. خلينا نشوف مثلا في هاي النغمات الموسيقية اللي بدنا نضيفهم عليه E4 مع FS4 وهكذا، وكل واحدة QN، وقلت له add notes على الفريز، بعدين قلت له add الفريز هذا على البارت، بعدين قلت له play dot midi trumpet الموسيقية part، وراح تسمعوا هاي الموسيقى الخاصة في هاي الانسترومنت. طبعا هاي الانسترومنت الموجودين عندي، لاحظوا انه عندي 127 انسترومنت، هاي مثلا اول واحدة اللي هي اكوستيك جيتار اللي هو البيانو باي ديفولت زيرو، فاذا بتحطوا شنت الانسترومنت هو لحاله بيعزفك على البيانو. هون مثلا في عندنا
الساكسفون عندنا، كل الآلات الموسيقية زي ما أنتم ملاحظين، الفيولين زائد، هي عندنا كمان هنا مور آلات موسيقية زائد الآلات الموسيقية، فلاحظوا أنه كم عندي آلة موسيقية، 127 آلة موسيقية. لو بدي أضيف شورت، طبعا شو معنى شورت؟ هلا نشوف شو معنى. لو عندي هي فريز اللي هو الفريز، وقلت له ست التيمبو للفريز 105، فانت ممكن تعمل طبعا كمان ست للتيمبو للفريز، تخليه يمشي بطريقه معينه، وممكن كل فريز يكون يمشي بسرعه معينه، فكمان انت ممكن تعمل لكل فريز ست تيمبو معين اللي هو الايقاع. وقلت له اد نوت للفريز A4 مع SN. طبعا الاد نوت، قلنا الاد نوت بتضيف النغمه مع وقتها، وهي اد نوت البي 4 معنا وقت مع الوقت تبعها. اد شورت بدي اعزف مره واحده، اكبس على الكيز اللي هم اي 3 اي 4 جي 4 سي 5 مره واحده، بدي اعزفهم مش ورا بعض، بدي اعزفهم مره واحده بوقت اسمه دي اي ان دي اي ان، وهي كمان مره بدي اعزفهم دي ان، بعدين بدي اعزف شورت ثاني اي 3 دي 4 جي 4 بي مره واحده، بدي اعزفهم عن طريق الهاف نوت، عن طريق الهاف نوت، وهي النغمات اللي راح يطلع معنا. طبعا ممكن كمان اضيف الشورتس بطريقه اخرى، النغمات بحطهم وبحط سب ليست لهم، فبقول له بدي اعمل هاي شورت، فبحطهم كمان بين سكوير براكتس، بقول له هاي اي 4 جي 4 وسي 4 سي 5، بدي اعزفهم مره واحده، وهذول بدي اعزفهم مره واحده، وهذول بدي اعزفهم مره واحده، وهاي بدي اعزفها مره واحده الاي 4 لحالها، وهاي بوقت معين، وهذا الشورت بوقت معين، هذا الشورت بوقت معين، والاي 4 بوقت معين، وضفت النوتس اللي هم الديوريشنز والنغمات، بقول له بلاي بظهر معي بالطريقه هاي. الان ممكن طبعا نبدع في تأليف الموسيقى ونضيف آلات ونسوي أشياء كثيرة. اللي بنسويه الآن نضيف أكثر من فريز على بارت معين، وأشياء نغمات راح تكون واطية، وفي عندنا نغمات راح تكون متوسطة ونغمات عالية، وراح أعزفهم في من وقت معين. فكيف يا ترى ممكن أسوي هذا الموضوع؟ فأول شيء بقول له from music import everything، بقول له string part عبارة عن part، وبدي أعزف كل الآلات الموسيقية بس عبارة عن strings، الآلة الموسيقية عبارة عن strings، و اللي راح يبدأ من صفر، الشانل تبعتي صفر، الشانل تبعتي صفر، طبعا الدرمز راح تكون الشانل 9، وهون الموسيقى الآلات الموسيقية راح أعزفهم من شانلز معينة. وقلت له ست التيمبو 104، الباتش النغمات الاولى مع الديوريشنز، هي النغمات عندي مع الديوريشنز، وقلت له الفيولين يساوي فريز ابدا من صفر، اللي هو الوقت نبدا من صفر، وبدي اضيف هذول النوتس على الفيولين، وبدي اقول له ضيف الفريز هذا على البارت هذا زي ما شفنا. فانا سويت نغمات، ضفت النغمات على الفريز هنا، وضفت الفريز على البارت، فهي اول نغمات بدي اعزفهم. الان النغمات الثانية، هاي النغمات الثانية والديوريشن تبعتهم، بده يبدأ من ثلاثة، من الوقت رقم ثلاثة، وهنا ضفت النغمات وضفت الديوريشنز على الفيولين، بعدين ضفت الفريز نفسه الفيولين 2 على السترينج. هون نفس الاشي طبقت النغمات رقم ثلاثة، مع بده من رقم ثلاثة، من التايم رقم ثلاثة، وبدأ أضيف الديوريشنز والفريزز عليهم، وبدأ أضيف الفريز هذا على البارت، ونفس الشيء رقم 4، بعدين بقول له انا بلاي هاي الموسيقى، وراح تسمعوا الموسيقى كما يلي. الان نيجي على الموضوع اللي هو الدرمز والطبول، طبعا هاي كمان عبارة عن نغمات بالنهاية، حتى لما انت تضرب على طبل معين او على درم معين او الى اخره، هي عبارة عن نغمة. فهذولا كل النغمات الموجودين بالطبول هي زي ما انتم شايفين هنا. طبعا احنا راح نستعمل البي دي ار، الاس ان ار، والسي اتش اتش والاو اتش اتش، وراح تشوفوا اسا كيف راح اسوي الطبول. هاي مثلا مثال بسيط جدا، سبوز انه انا بدي اسوي نغمة طبول، هاي نغمة الطبول، بقول له بيس بيتشز يساوي بي دي ار ورست،
الديوريشن تبع البي دي ار كيو ان والريست ديوريشن كيو ان. هذولا اول شيء بدي اكون معرفا عندي سكور، سكور طبعا هي سكور اللي هو هذا تايتل، وهي التمبو 125. بقول له الدرام بارت اللي هو بارت والتايتل تبعه درامز، والشانل تبعتي 9، يعني بحط الشانل تبعتي 9 هي ال 9، والبيس درام يساوي فريز، فضفت النغمات. هسه بضيف على فريز النغمات هاي اللي هم البيس بيتشز زائد الديوريشنز. وبعدين قلت له المود، المود طبعا بيعمل لي ريبيتيشنز بوقت معين، قلت له ريبيت هذا الفريز، ريبيت هذا الفريز حسب الريبيتيشنز اللي عندي اللي هم 3. بعدين قلت له اد الفريز على البارت، بعدين قلت له السكور دوت اد بارت على سكور، وقلت له بلاي الميدي وظهر لي اياه بالطريقه هاي، فراح تسمعوا الدرم بده يعزف لي هاي النغمتين بي دي ار وسكته ثلاث مرات، يعني بي دي ار ريست، بي دي ار ريست، بي دي ار ريست. الان بناخذ يعني كل يعني كيف نعمل عده درمز مع بعض ونشوف كيف ممكن نطلع شيء مور كومبليكيتد ذان اني بس اسوي ثلاث مرات. هنا نفس الاكزامبل اللي قبل شوي عملناه، عملنا سكورز ودرمز الشانل تبعتها 9، وبدي اسوي 3 فريزز، البيس فريز، سنار فريز، والهاي هات فريز. فاول واحد زي ما شفنا قبل شويه بدي اعرفه، اول بيتش اللي عندي النغمات الاولى بي دي ار ريست بس مضروبه ضرب 4، وهنا كل واحدة لها وقت، وضفت هذا الفري عندي على الفريز. والفريز الثاني بدي اسوي ريست واس ان ار مضروب ضرب 4، وهي لهم وقت وضفتهم على الفريز عندي هنا هي زي ما انتم شايفين. وعندي الاخير اللي هو هاي هاتش بيتش عباره عن سي اتش اتش مضروب ضرب 15 زائد كيو اتش اتش، وهي الدوريشنز تبعتهم. ضفتهم هذول عندي، بحط المود بدعم الريبيتيشن للبيس درام بارت لمدة 8 مرات، وبدي أعمل المود دوت ريبيت لسنار درام لمدة 8 مرات، وبدي أعمل ريبيت للهاي هات فريز لمدة كمان 8 مرات. ضفت الفريزز على البارتس، وقلت له أد البارت على سكور، وقلت له هنا أعمل بلاي للميدي راح تظهر معي بالطريقة، أو نحن نسمعها بالطريقة هاي. الان حتى بس تسمعوا كمان مور سامبلز، انا اخترت لكم ثلاث كمان معزوفات من هذا الويب سايت، هي اللينك لهم، فممكن تسمعوهم وتشوفوا انه ممكن تطبقوا اشياء كثيره وتعملوا اشياء كثيره زي ما راح تسمعوا الان. اخر شيء، في كتاب الف عن الموضوع هذا اللي هو Making Music with Computer هاي Creative Programming in Python، لشخصين اسمه واحد اسمه بيل اندرو، بيل واندرو، هذول الاثنين هم اللي حقيقه اشتغلوا بالجيثن ميوزك، وهم اللي صاحبين اللي سووا ويب سايت، الويب سايت اللي هو جيثن ميوزك. وطبعا ابدعوا في الكتاب هذا، انا شفت كلام عن الكتاب، ففصلوا كل شيء بالتفصيل، اللي بيحب to drill down ويفهم التفاصيل أكثر ويفهم very advanced topic بيشتري الكتاب هذا من هي الأمازون، لينك له يشتري ويطبق الأشياء اللي أخذها. هيك احنا بنكون يعني غطينا الميوزك في بايثون.
أرجو أنكم تكونوا استفدتوا. وطبعا اللي بده يبدع أكثر ممكن أنه يدمج المشين ليرنينج والديب ليرنينج مع النيو سكيل. إذا تخيلوا لو أنا مثلا أسوي برنامج ذكاء اصطناعي هو يألف المقطوعات الموسيقية ويختار الآلات، فهذا راح يعني يكون إبداع كبير جدا. طبعا هو بده شغل، هو مش راح يكون سهل جدا جدا، لأنه بده واحد يكون عنده متعمق بالموسيقى ويعرف كيف الألحان تطلع وكيف يدمج الألحان مع بعضها، كيف يسوي سيمفونية كاملة، كيف يسوي الجوينينج بين كل الآلات الموسيقية ويطلع معزوفة مقطوعة. فممكن الواحد تدريل داون ويطلع موسيقى عن طريق الارتفيشال انتليجنس، بس بدها شوية شغل وبدها مجهود كبير حتى انك تحصل على الموضوع هذا. وطبعا الموضوع الثاني اللي هو النغمات العربية، طبعا انت ممكن تسوي يور اون نغمات عربية في البرنامج وتطرحها عن طريق الهيرتز، عن طريق مثلا سبيسيفيك هيرتز، عشان ما تكونش مثلا بس نص درجه، نروح للربع درجه ونطلع انغام عربيه وموسيقى عربيه. وارجو اني اكون يعني اعطيتكم فكره جيده على الموضوع، والقاكم في درس قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.